كابتن علاء. كابتن شريف اتكلم عن الاداء والروح، ولكن ايه اللي اتغير في النادي الاهلي الشوط الثاني؟ ايه اللي اتغير في الاداء؟ ايه اللي اتغير في الروح؟ انت كنت متقدم الشوط الاولاني 1-0، وانتوا بين الشوطين يعني قلتوا ايه؟ توقعتوا ان ممكن النادي الاهلي يزود المكسب ده بهدف ثاني. ولكن اللي احنا شفناه الشوط الثاني، شفنا سيطره ميدانيه من فريق الحرس، وكان تقريبا هو مسيطر على وسط الملعب. وايه اللي خلانا كمان نفقد وسط الملعب؟ هو الشوط الثاني انت بدون اي مبررات انت سلمت له الملعب. ايه السبب؟ السبب حاجتين دايما آفة كده في اللعب المصري. الاطمئنان ان النتيجه 1-0 والفريق مش قوي ومفيش مشكله حتى، والملعب مش هيساعد حد. وانا ممكن اجيب هدف في اي وقت. في كره القدم تروح عامل عليها علامه اكس. صح. غلط ليه؟ 1-0 نتيجه لحد اخر ثانيه معلقه، ما تضمنش اي كره طايشه. مش هقول لك كره ملعوبه زي حتى الهدف اللي جه فينا بنتكلم فيه ايمن، كره عاليه لو هم بيعتمدوا عليها اتلمست واحد لوحده جول. صح. كره برضو يعني كل الحاجات الخطر اللي جت النهارده على النادي الاهلي، واحده في العارضه برضو كره طويله استلم الراجل، يعني كالعاده برضو الاخطاء اللي هي بنتكلم عليها من الموسم اللي فات، ان هو دايما الفرد هو اللي بيستلم الكوره مش المساك، وده غلط في كره القدم. مالكش دعوه. صح. انت مالكش دعوه بهجمه بتاعت النادي الاهلي، انت ليك مشكلتك الراجل راس الحربه اللي موجود معاك. مزبوط. او الراجل الفرد اللي موجود بغض النظر عن اسمه. مزبوط. هو ده شغلك الشاغل. كل واحد في الملعب ليه شغل. ما بقولش كابتن شريف يعمل شغل اسامه، او اسامه يعمل شغل بلال، او علاء مش، ما ينفعش. صح. ما هو احنا 10 لعيبه، كل واحد ليه دور، وكل خط ليه دور، وكل خط ليه عند حته معينه وخلاص على كده. مزبوط. لكن هجمه بالطفشه راحت لراجل استلم، عدى من ياسر في بطن العارضه ونزلت، تقول الحمد لله ما نزلتش تحت. في واحده بعدها علي لطفي امتياز طلع قفل على الراجل الزاويه كويس قوي طلعها. ده كل ده كل الكلام ده قبل الهدف. ايوه. يعني بدات في مؤشرات خطوره بلعبه واحده بس اللي هي الكره الطويله. صح. الطبيعي ان انا اخد بالي بقى. طبعا. اخد بالك بايه؟ انت عملت شوط ثاني حاجه يعني غريبه جدا. سلمت بالظبط نص ملعب الحرس الوطني وتقريبا ربع ملعبك ليهم. لان انت بقيت بتدافع من ورا قوي، وده في كره القدم غلط. انت دايما خلي دفاعك متقدم، حتى اما تغلط يبقى الغلط يتلحق. أيوه. انما لما بتغلط يعني ياسر ما مسكش الراجل، الغلطه كانت ايه؟ بطن عارضه وتلعب بره. الغلطه اللي جاي منها الهدف كره عاليه، بس انت ورا قوي. انت لو جبت الهدف يا ايمن احنا بندافع قدام السكس يارد مع لطفي. ما ينفعش. اخطاء تحصل كتير قوي طول ما انت متاخر عند علي، طول ما انت فرص الاخطاء كتير.